السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوف القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. هقدم لحضراتكم النهارده بعض الطرق الطبيعيه لعلاج مرض الضغط المرتفع. لكن قبل ما اقدم لحضراتكم الطرق، حابب اقول انه لا يعتد بالمعلومات اللي هقدمها في الحلقه كمرجع طبي، وفي حاله القلق منها المرجو من حضراتكم دائما وابدا وفي كل حال استشاره الطبيب. الطريقه الاولى، ودي عن طريق ان احنا نستخدم عشبه الكركديه، عن طريق ان احنا نجيب كميه منها ونبدا ان احنا نغليها في كوب من المياه على النار، وبعد كده نبدأ نصفيها ونشربها بمعدل كوب واحد في اليوم. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة هنستخدم فيها التوم، هنجيب مقدار فص من التوم ونبدأ ان احنا نقطعه بشكل جيد، وبعد كده نبدأ ان احنا نحطه في مقدار ربع كوباية من المية ونبدأ ان احنا نشربه صباحا، وفي المساء نبدأ ان احنا ناخد فص من التوم ونبدأ نقطعه ونستخدمه بنفس الطريقة في ربع كوباية مية. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة هنستخدم عشبة اسمها عشبة الشيح، ودي عن طريق استخدامها ناخد معلقة من العشبة ونبدأ نغليها في كوباية من المية ونبدأ ان احنا نصفيها بعد كده ونبدأ نشربها الصبح بعد وجبة الإفطار، ويكون المغلي دوت غير محلى يا جماعة، يعني ما نحطش عليه سكر وما نحطش عليه عسل، نشربه زي ما هو. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة نستخدم قشر التفاح، نقدر إن احنا نحضر كمية من قشر التفاح ونجففه، يعني لما كل ما نيجي ناكل تفاح هنبدأ إن احنا نقشر القشور ديت ونسيبها على جنب لحد ما يبقى عندنا كمية كبيرة، نبدأ إن احنا نجففها وبعد كده نبدأ ان احنا نطحنها بشكل جيد، وعند الحاجة هنجيب مقدار نص معلقة من مطحون قشر التفاح المجفف نغليها في كوباية من المية ونبدأ ان احنا نشربها بمعدل مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة نستخدم مطحون حبة البركة او الحبة السوداء، عن طريق ان احنا هنيجي كل يوم الصبح وعلى ريق، هنجيب اول حاجة يا جماعة هنعمل مقدار كوب من عصير البرتقال، طبعا يفضل ان هو يكون عصير برتقال صافي مش مضاف ليه مياه، اذا لم يتوفر الموضوع نقدر نعمل يعني كمية من عصير البرتقال حسب ما توفر لنا، يعني لكن بقول افضل يكون عصير برتقال مركز. بعد كده نبدأ ان احنا هنحط في عصير البرتقال دوت مقدار معلقة من الحبة السوداء المطحونة، وبعد كده نبدأ ان احنا نجيب فص الثوم ونبدأ نقشره ونبدأ نبلع فص الثوم، وبعديها نشرب عصير البرتقال اللي عليه مقدار معلقة من الحبة السوداء المطحونة، ده مرة واحدة يوميا على ريق. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة اذا توفر عندنا زيت السمك، نقدر ان احنا نشرب معلقة صغيرة من زيت السمك بعد كل وجبة 3 مرات في اليوم، ده ان شاء الله بيعمل على اعادة الضغط المرتفع الى معدله الطبيعي. ممكن كمان ان احنا نستخدم عشبة اسمها الزعرور الجاف، ده متوفر عند العطارين، هنجيب معلقة صغيرة من زهور العشبة ديت ونبدأ ان احنا نحطها في كوباية مية، وبعد كده نبدأ ان احنا نغليها على النار لمدة 10 دقايق، وبعد كده نبدأ ان احنا نصفي المغلي دوت ونبدأ ان احنا نشربه 3 مرات في اليوم. طبعا ده علشان نقدر نعالج مشكلة الضغط المرتفع ونرجعه لمعدلاته الطبيعية. طبعا بعد كده نبدأ ان احنا نقيس الضغط، لو الضغط بدأ ان هو يكون في معدله الطبيعي ما نستمرش على الحاجات دي يا جماعة عشان ما تنزلش الضغط بكمية اكبر من اللازم. اتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم، شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.